لو الأسئلة دي خلتكم متلخبطين وعايزين تقولوا كل الناس، الفقرة دي هتلخبطكم أكتر. صورتين هيتجابوا، كل حد من حضراتكم كابتن حمد وكابتن خواجة تختاروا صورة واحدة بس. تمام؟ تمام. البداية مع كابتن خواجة. كابتن محمد صبري وكابتن خالد الغندور. صبري. تمام. كابتن حمد. صبري. اصل انا ده يعني بص، صبري بالنسبه لي يعني عشره عمر والحياه مع بعض، فصبري كان لا انا صبري نظرا الحياه لا لا صبري كان في الكوره غير لا طبيعي. لا كوره، احنا بنتكلم كوره. صبري كان غير طبيعي، يعني الناس اللي اتفرجت على صبري في الفريق الاول اتفرجت على مثلا 20% او 30% من المستوى الحقيقي اللي كان موجود معانا في الفئات السنيه. تمام. اللي بعده كابتن حماده. وبعدين مخرجين كابتن شيشيني وكابتن اشرف. يعني بص انا صعب، لان حاجه كمان الاثنين كان بيحصل زي ما بيقولوا روتيشن بينهم هما الاثنين في الماتشات مع ديف ماكاي. شيشيني يبقى في نص الملعب، كابتن اشرف ليبرو، كابتن حماده هتختار واحد في وقت من الاوقات يطلع كابتن اشرف وشيشيني يرجع ليبرو. تختار مين يا كابتن؟ انا اختار شيشيني. كابتن خواجه تختار مين؟ الاثنين. اعذرني. لا ما اقدرش. انا عديتها لك لا مرة في الفقرة اللي فاتت. الاثنين دول بالذات الاثنين قد الدنيا وخد مغنى ومن احرف اللعيبة اللي جت. الاثنين كويسين جدا ولازم يتواجدوا. طيب معلش، لو مدير فني تلعب مين ومين بديل مثلا؟ خد واحد اساسي واحد احتياطي. واحد اساسي واحد احتياطي. حلوة الصيغة دي؟ حلو. اشرف. تمام. اللي بعد. ماشي. كابتن جمال حمزة، كابتن عبد الحليم علي، كابتن خواجة. اتفضل. ده ستايل وده ستايل، يعني برضه ده نفس كويس. المركز ده يعني الاثنين هدافين طبعا بيجتمعوا في الحته دي. هو عبد الحليم بالارقام عبد الحليم. وحضرتك تختار مين؟ الارقام عبد الحليم. تمام. اللي بعده كابتن حماد. طب بص ما فيش فيها جدال. لان هو اللي عمل الحته دي طبعا في افريقيا وفي مصر وفي كل حته. الغزال ابراهيم يوسف. الغزال هو اللي عمل الحته دي. كابتن خواجه. ابراهيم. الغزال طبعا. تمام. اللي بعد اوبا كابتن خواجه. ايمانويل وكوارش. ايمانويل. ايمانويل انا لا عشرته يعني، ف ايمانويل حاجه ما جاتش مصر قبل كده. الساعه 9 خلي بالك الراجل برضو كوارش ده كوارش برضو عمل، بس ايه احنا بنتكلم بقى ايه يعني ليه تقييم يعني تقييمنا فني شويه. ما فيش حد جه في مصر محترف زي ايمانويل. دايما وانت بتتكلم في راح سبور لشبونه وبعدين خد راح برشلونه وخد دوري ابطال اوروبا معه. يعني كان لعيب لا ما شاء الله عليه، يعني حاجه رهيبه يعني. تمام. اللي بعده ميدو عمرو زكي، كابتن حماده. يعني انا لما هتكلم على نادي الزمالك في جزئيه، ميدو ما لعبش كتير، عمرو زكي لعب كتير. بس يعني ميدو كسر الدنيا بره، عمرو زكي لعب بره شويه ويجي ورجع تاني. لا يبقى لو في الجزئيه دي اختار ميدو. تختار ميدو. اه كابتن خواجه. لا انا اتلخبطت. لا انا اختار عمرو. اختار عمرو. السبب عمرو. ايه السبب؟ يعني هو ميدو طبعا عدم مباريات مع نادي الزمالك اكتر. يعني ميدو زي ما قال حمد هو ما لعبش كتير في مصر، يعني احنا بنتكلم على مصر. يعني عمرو كان فعال اكتر مع نادي الزمالك. مع النادي ومع المنتخب. مع المنتخب. تمام. اللي بعد كابتن خواجه. مصطفى فتحي، ايمن حفني. كابتن ايمن حفني. لا مصطفى فتحي. كابتن حماده. انا ايمن حفري. ايمن حفري. تمام. اللي بعده كابتن حماده. كابتن طارق حامد. كابتن طارق حامد. طارق حامد. بص طارق لا جدال عليه، حاجه بيتمرن طول الوقت وحاجه حياته كلها كوره. بس الفتره اللي كان فيها تامر كانت نتائج، عملوا نتائج وخدوا بطولات يعني ما شاء الله. ومن البدايات يعني بعد الكابتن اسماعيل يوسف والناس اللي لعبت في الحته دي اللي جت برضو في الحته دي جامدين قوي قبل طارق كان هو تامر حبيب الدنجا. فانا بختار تامر. تختار تامر.
كابتن تامر. كابتن خواجة. أنا طارق حامد. إيه السبب؟ الأسباب كتير قوي. بحس بولاء وانتماء لنفسه ولناديه ولزمايله. أداؤه كان بيتسم بال رجولة وقوة. يعني راجل بتحس ان هو يعني بيخاف على فرقته وعايز يكسب والمكسب قدامه على طول. يعني الفانيلا اللي لابسها دي عامل لها 1000 حساب، ودي من الحاجات اللي بتعجبني فيه يعني. تمام. اللي بعده. مني حسني عبد الرب. كابتن خواجه. لا حسني بالنسبه لي انا حسني. يعني برضو لان برضو بريمير ليج وارسنال ماشي، بس حسني برضو مع راجل لعب في نادي كتير وعمل شغل كويس في نادي، وبرضو طلع بره كان اداؤه مع منتخب برضو يعني 3 امم افريقيا، وده يعني ما بيقللش بالنن على فكره طبعا. يعني النن النهارده بيقول انا راجع تاني، يعني حتى في ماتشات اللي بيلعبها. انما انا بنتكلم على لا يبقى فنيات لا حاجه يعني يبقى حسن. كابتن حماد. حسن اتفق مع كابتن. طبعا. تمام. اللي بعده. كابتن حماده. فرجاني ساسي اشرف بن شرقي. بس هقول لك على حاجه. انت كنت بتجيب الاول 2 في مركز واحد. ده مركز نص ملعب وده مهاجم. بنتكلم على 2 محترفين تختار منهم واحد في نفس الفتره ومع بعض. هو من افضل المحترفين اللي جم في الفتره الاخيره في مصر. بن شرقي. لعيب خواجه. لا برضو ساسي. انا مع ساسي لان برضو جه عمل طفره في نص الملعب، اتحكم في الريتم في النادي عندنا لا يعني من اللعيبه الكويسين. كان بيحسسنا ان الكوره دي سهله قوي يا كابتن، يعني ساسي كان عليه لمسه بيتحكم. احنا مصعبينها ليه؟ ما الكوره اهي بيتحكم في الريتم المباراه. عايز يعليه، عايز يخليه هو بيتحكم في الريتم. خلي بالك، اتفضل. ساسي لعيبه اتعلمت منه ازاي تبقى لعيب مهاري بكل سهوله. هو سلس. كان في ناس اكيد في لعيبه اتعلمت ازاي تبقى مهاريه من الراجل ده. تمام. اللي بعده. دي اخر صوره معانا. دي بقى تقريبا بتبقى معظمها انتماءات برشلونه مدريد، مدريد برشلونه. كابتن خواجه. رونالدو ميسي. رونالدو. انا بالنسبه لي رونالدو. كابتن حماد. رونالدو. طب الراجل واخد كاس عالم. انا بقى وماله ان شاء الله يا رب ياخد كل ده. مش عايز ادخل في جزئيه واتكلم عن حاجه ثانيه. انما انا بالراجل ده بالنسبه لي يعني ما يبقاش محافظ على نفسه بالشكل ده ولغايه دلوقتي موجود هداف دوري سعودي والكلام ده كله. لا لا لا، ده فعلا فعلا اسطوره ده. يعني النهارده بتتكلم هيلعبوا كاس العالم القادم ولا لا؟ ما اعتقدش. احنا بنتكلم سنتين تقريبا. لا ممكن كريستيانو فنش كاس عالم اللي جاي. ميسي. ميسي لا، لان كريستيانو عنده حته. بس برضه كابتن بتتكلم النهارده كريستيانو هو داخل في ال 40 سنه. اخر صوره. طيب كمان بيقول لنا صوره كمان اخير عشان الوقت. كمان واحده كمان؟ اخر واحده. طيب ماشي. مارادونا بيليه. انتوا بتجيبوا حاجات. ما اقول لحضرتك حاجه، ما دام حضرتك قلت رونالدو هتقول لي بيليه. الناس بقى الناس كده لا 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 انا كابتن حماده. مارادونا ولا بيليه؟ انا مارادونا، لان ما شفتش لعيب بياخد كاس عالم لوحده الا هو. كابتن خواجه. بيليه. بيليه. ما دام اختار رونالدو اختار بيليه. لا لا والله انا كنت اختار بيليه برضه. لا لان بيليه حاجه من العظماء يعني.